أقام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجولة تفقدية في مختلف محافظات المملكة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة، وذلك للاطمئنان على سلامة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وانسيابية الحركة المرورية عليها وتفقد المواقع الأكثر تضرراً من تجمعات مياه الأمطار. وقد باشرت الوزارة أعمال شفط مياه الأمطار التي هطلت اليوم بغزارة في عدد من مناطق البحرين، وذلك عبر فرق الطوارئ بالوزارة. وتقدم سعادة الوزير بالشكر والتقدير لكافة أعضاء فريق العمل لجهودهم في متابعة ورصد المناطق المتضررة والعمل على معالجتها من خلال 32 مضخة وزعتها الوزارة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عدد من الصهاريج.